طبعا الاجواء بالملعب وايد حلوه، مع اني توقعت حضور اكثر، بس طبعا حضور قليل، حضور وايد. القادسيه بيفوز باذن الله، هذا شيء باعتراف القادسيه، جماهير القادسيه وجماهير العربي، والفوز باذن الله لنا خالصه 2-1. تقدر ترجع تقابلني عقب المباراه واذكرك بالنتيجه باذن الله. الاجواء والله قويه، وشايف جمهور القادسيه يعني ما شاء الله مخربينها اليوم 3-2 حق القادسيه. القادسيه ان شاء الله فايزه، وانا اشجع القادسيه وتنتهي ان شاء الله 2-1. الاجواء وايد حلوه وفعاليات ولا اروع منها. ان شاء الله الفوز القادساوي باذن الله، والقادسيه وطن. الاجواء ما شاء الله تبارك الرحمن، من الساعه تقريبا 5 الناس ما شاء الله كل ماله قاعد تزيد. ان شاء الله ان شاء الله الفوز قادساوي اليوم. ان شاء الله توقعي حق القادسيه 2-1، والحضور ما شاء الله وايد زين، وتنظيم الملعب وايد زين، وحياكم الله يا الجمهور، ونبي نتلص الملعب كله يا جمهور القادسيه.